مرحبا بكم جميعا، كيف حالكم؟ بخير شكرا لك، وأنت؟ بخير أيضا شكرا. أعتقد أنه حان الوقت للحديث عن الإجازة الصيفية. نعم، أنا متحمسة للغاية للذهاب في الرحلة. أنا أيضا، لكني لا أعرف إذا كانت الأمور ستسمح لنا بالذهاب في رحلة هذا العام. لماذا لا تعتقدين بأن الأمور ستسمح لنا بالذهاب في الرحلة؟ لأننا قد نحتاج إلى البقاء في المنزل، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. أنا أفهم ما تقولينه، ولكننا يجب أن نفكر في الإيجابيات. لدينا الكثير من الوقت للتخطيط والتحضير للرحلة، وإذا لم يكن هناك أي شيء يمنعنا فسنذهب بالتأكيد. بالتأكيد، ولكن يجب أن نفكر في الأمور الأخرى أيضا، مثل الميزانية والمكان الذي نريد الذهاب إليه. شكرا لكم جميعا، أنا ذاهب إلى السوق. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.